أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي القرون الأربعة المفضلة؟ القرون الأربعة المفضلة: قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين، ثم القرن الرابع الذي المئة الرابعة، تسمى المئة الرابعة. القرن 100 سنة، يعني 4 قرون يعني 400 سنة. هذه صدر الإسلام، هذا يسمى صدر الإسلام، فيه العلماء وفيه الأئمة وفيه العلم وفيه الخير الكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تحدث بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، إلى آخر الحديث. نعم.